نظريات هتصدمكم في طفولتكم. الجزء 30. النظرية دي من فيلم حورية البحر. كلنا عرفنا من الفيلم ان إيريال بطلة الفيلم ليها 6 اخوات بنات غيرها، ووالدهم اسمه الملك تريتون ملك البحار. مش غريبة شوية ان ملك البحار يكون عنده 7 بنات وفي نفس الوقت اللي في العالم 7 بحار؟ النظرية بتقول ان كل بنت بتمثل بحر من البحار السبعة. ونبدأ بالاخت الكبيرة أتينا، بتمثل بحر برينج، وألانا من الواضح انها البحر الاسود لانها الوحيدة اللي شعرها اسود، وأديلا بتمثل البحر الابيض المتوسط، وأكواتا بتمثل بحر الكورال، وأريستا بتمثل البحر الابيض، وأندرينا بتمثل البحر الكاريبي لانها دايما مسترخية، واخر واحدة هي إريال وهي بتمثل البحر الاحمر لانها الوحيدة اللي شعرها احمر. ومعلومة زيادة، امهم بتمثل البحر الميت لانها ماتت في الفيلم بطريقة حزينة.